صباح الخير، حلقة جديدة من حوار اليوم بظل كل التطورات يلي عم تشهدها المنطقة وعم يترقبها لبنان. ضيفنا اليوم لنتابع كل مستجدات غزة ما يمكن أن يتأتى عن احتمال توسع المواجهات مع دكتور في الفلسفة السياسية جورج حرب. أهلا وسهلا فيك دكتور حرب. أهلا فيكي، مرسي. يعني نستضيفك على طول اما بخضم الازمات او على ابواب الحلول. في حلقات مقرره قبل بتكون بس 100%. ما بعرف اذا بعدك عند رايك انه نحن بالمنطقه رايحين الى الحلول، يعني باطلالات سابقه كنت على طول عم تعطي خلينا نقول هيك موجه تفاؤل. اليوم العالم عم بتشوف انه مش عارفين حالنا، نحن رح نبقى بامان ولا ما يحصل في غزه ممكن يفجر مش بس لبنان، يفجر حرب بالمنطقه ككل. من دون شك انه التفاؤل لازم يكون دائما موجود عند الانسان، بس يكون مبني على منطق مش مبني على اذا بدك وجدان داخلي. بالنسبه للمنطقه انه في مستجدات جديده فاتت على الامن، على الازمه اللبنانيه، في تطور منه هين. هذا التطور مش ما بيمرق مرور الكرام، دائما له انعكاساته على لبنان من منطلق انه المقاومه بلبنان ايضا يعني تتأثر دائما بالحركة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. أوكي. وعندك أيضا النازحين أو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنهم حماس وغير حماس أيضا، يعني في كتير ترابط بين الساحة اللبنانية اليوم وبين ما يحصل بغزة، وهذا منه السر وما بده كتير تحليل. في أي مراقب يشوف بالجنوب اللبناني شو عم بيصير على الحدود حاليا لحتى يقدر يوصل الاثنين، لأنه العدو الإسرائيلي دائما يصل إذا بدك الجبهات ببعض، خاصة عند بما يختص بحركات المقاومة. أما بما يختص بغزة، أكيد الحركة اللي عملوها الفلسطينيين مع الكيان الإسرائيلي هي حركة استثنائية، منا مش كل يوم هذه بتصير، وأيضا تبعاتها رح تكون أيضا استثنائية على الصعيد الدولي كما أنه على الصعيد الإقليمي. واللي عم يحاول يعمله الأمريكي اليوم منه دعم إذا بدك أعمى إذا بدك للكيان الإسرائيلي، هذا دعم مشروط وهذا دعم له تبعاته على إسرائيل وكمان على المقاومة بلبنان وعلى لبنان بالعموم وعلى العرب أيضا. كيف مشروط الدعم الأمريكي يعني؟ إذا اليوم عم نسمع كل تصريح الرئيس الأمريكي وزير الدفاع أنه دعم مطلق لإسرائيل بالإعلام بيقولوا الدعم المطلق، ولكن أيضا هنالك إذا بدك معلومات على أنه الأمريكي ليس بوارد فتح جبهة إذا بدك عامة حربية بين إسرائيل وبين العالم العربي اليوم، لأنه أي دخول إسرائيلي اليوم إلى غزة بالأسلوب اللي عم يفكر فيه الإسرائيلي أكيد بدأ تستدعي حرب إقليمية. سوريا ما رح تسكت، لبنان ما رح يسكت تحديدا المقاومة، يمكن إيران أيضا، يمكن في كتير جبهات بدأ تفتح. من قال لك الشارع المصري رح يكون أيضا بمنأى؟ من قال لك الشارع الأردني اليوم بالعدد الفلسطينيين الموجودين بالأردن رح يضل على الحدود، وهن عم يطالبوا حاليا بفتح الحدود للمشاركة أو لدعم غزة. اليوم منا بسهولة بيقدر يفوت الإسرائيلي على غزة. الأمريكي حتى الساعة لم يعطي أي ضوء أخضر للإسرائيلي مثل ما عم يقول الإسرائيلي بده يجرف غزة، بس أعطى يعني وجه حاملة الطائرات USS جيرالد فورد، كلنا بنعرف أهمية هذه الحاملة. ومبارح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمان كان تصريحه كتير لافت، هلأ ما بعرف إذا عم بيذكر الأمريكان بما حصل مع المارينز بلبنان قبل عقود، لما قال لهم أنه أنتوا شو جايين بدكم تقصفوا لبنان أو تخوفوا شخص وفي هذه المنطقة لم يعد هناك أشخاص تخاف. بس الأمريكي عم بيوجه رسالة كمان أنه منا مسحة يوجه حامل الطائرات إلى بحر الشرق المتوسط. بالتأكيد صاروا حاملتين طائرات، وحامل الطائرات فورد على فكرة بتحمل على متنها حوالي 200 طائرة حربية. صحيح. وبالتالي هذه ما فينا نعتبرها نحن أنه مجرد وجود لأنه عندها نقص بالطائرات إسرائيل. إسرائيل عندها طائرات وعندها أكثر من حوالي 30 طائرة F-35، يعني أكثر طائرات تطورا مع عدا F-16 والF-18، فبالتالي ما عندها نقص بالطائرات إسرائيل. إسرائيل اليوم حاملتي الطائرات، واحدة وصلت والثانية بطريقة، يقال إنها بطريقة ما بعرف إذا دقيق رح توصل، يعني أكدوا الأمريكيين بأكثر من مصدر على أنه هي سوف تأتي، نعم بتحتاج إلى 10 أيام أو 11 يوم لتوصل، إنما مش لنقص الطائرات عند إسرائيل. هي الأمريكي لما بينزل بهيك قوة عسكرية يريد ضبط الموضوع. الأمريكي لا يريد حربا شاملة. الأمريكي اللي صار خارج حساباته الإقليمية، الأمريكي أخذ المنطقة لتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، واللي بده يعمل تطبيع بين العالم العربي وبين إسرائيل ما بياخذ المنطقة لحرب،
لأن الشعوب العربية لن تبقى إذا بدك مكتوفة اليدين. حضرتك الشعوب أول شخص نعم. عم بشير إلى أنه الأمريكي يريد ضبط الموضوع. نعم. يعني صار لنا من يوم السبت الماضي من وقت ما بلشت وعن وسط الحديث عن احتمال الدخول الأمريكي بهذه المعركة بشكل مباشر، كان الجميع عم بيقول أنه الأمريكي يريد أن يفتح حرب جديدة في المنطقة. الأمريكي أول شيء، الأمريكي اللي يفتح حرب بده يكون له مصلحة بالحرب. شو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بالحرب؟ الأمريكيون لربما يريدون إذا بدك فتح ترانسفير معين لبعض فلسطيني غزة إلى مصر. رح نحكي في هذا الموضوع لأنه كتير خطير، يعني هيدا مشروع قديم. بدك شوفي حركة البنك الدولي مع مصر تاني يوم من هجوم غزة إلى ما هنالك، في شيء، في ترابط بين بعضهم، ولكن هاي بتجي بإطار استغلال ما يحصل مش بإطار التحضير له. ما له مصلحة الأمريكي اليوم بجبهات تفتح على إسرائيل، لا سيما أنه الأمريكي بيعرف أكثر وقبل الإسرائيلي أنه ما في قدرة إسرائيل على القتال اليوم. إسرائيل تقاتل أشباح اليوم. سيستام الحرب اللي فوتوها فيها للجيش الإسرائيلي هو قتال أشباح. شو عم تنفعه بعدين قدرة القتال والاستعداد للقتال وذهنية القتال عند الجيش الإسرائيلي برهنت أنها صفر. يعني عم يعمل مجازر، الإسرائيلي ما عم بيخوض حرب برأيك؟ مش حرب، قادر يجرف مثل عمال البناء صار عم يشتغل الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي صارت أهدافه فارغة بعد ما سمعنا أنه استأسر مسؤول درجة رابعة من حماس، بعد ما سمعنا أنه عمل اقتحام لمركز لحماس، بعد ما شفنا جبهة عسكرية ربحها. يمكن اليوم بعتقد لأول مرة بيقولوا أنه أثروا مسؤولين بحركة حماس. شو مسؤوليتهم؟ شو المسؤوليات اللي مستلمينها؟ صارت أسري حماس حوالي بالحد الأدنى 3 جنرالية، واحد منهم قائد منطقة الشمالية، واحد وهو ذاته كان قائد غولاني، يعني ما يشبه بقائد فوج المغاوير ببقية الجيوش، نخبة لواء النخبة عندهم. شو يعني شفنا الصورة المذلة اللي شايلينه فيها. اليوم الجيوش تقوم على عمل إذا بدك عاملين أساسيين لربح الحروب، وهذا بيعرفها القاسي والداني، التجهيزات والمعنويات. تجهيزاتهم بقول لك 100%، ولكن معنوياتهم 0%. شو بعد عندهم؟ اي قطاع عم يتكلوا عليه الا قطاع الطيران او سلاح الجو. منه كافي قطاع الطيران دكتور حرب؟ ليه؟ اكيد مش كافي بموازين القوى القائمه حاليا. البعض بيعتبر انه اسرائيل ساعه اللي بدها بتطلع بالطيران بتدمر اللي بدها وخلصت. وبعدين بتخسر معركتها وبتهرب او بتنسحب بالحد الادنى. ما فيك تربح حروب بسلاح الطيران لانه في تجهيزات اليوم مش فعال فيها. كل عم بتحاول تعمله بحروبها الجديدة إسرائيل شو؟ إنه عم تأذي الشعوب لحتى الشعوب تتقلب ضد حركات المقاومة فيها. طيب هذه وين نفعتها؟ طيب بالعراق الأمريكيين ما نجحت معه، باليمن ما نجحت معه، بحرب 2006 حرب تموز 2006 ما نجحت معهم بلبنان، وهلأ ما نجحت معهم. هلأ الواضح إنه في هجمة ارتدادية بالعكس، يعني عند الشعوب العربية حتى الدول يلي أساسا في تطبيع بينه وبين إسرائيل، منا مصر منا حتى الأردن، يعني شعبيا ما في كتير قبول واضح انه يكون الشعب الفلسطيني عم يندبح بهيدي الطريقة، بل بالعكس في ردة فعل خلينا نقول عكسية عكس ما تتوقعه. اعتقد انه العدو الاسرائيلي في تخبط سياسي بداخل المجتمع واجتماعي وحكومي واللي بدك اياه قبل ما يكون عنده تخبط عسكري. ما ننسى انه هو مارق بأزمة مالية، ما ننسى على انه في عنده اذا بدك انقسام عمودي هائل بين المعارضه وبين الحكومه الاحزاب الحاكمه. ما تنسي انه اكثر من 3 محاولات لتشكيل حكومه عم يبيقوا بالفشل ايضا. شكلوها امبارح بس بعد شو ما وصلت، ما فاتوا عليهم، وصلوا لتل ابيب. شو بس شكلوا؟ بس الخطر فيها دكتور حرب مشروطه التشكيله اجت كمان انه ما بتقروا اي بنود الا تتعلق بالحرب. بس هيدي النقطه بحد ذاتها لحالها مؤشر، لانه بكل تاريخ اسرائيل 3 مرات تشكلت فيها حكومة طوارئ أو مجلس إدارة حرب، بال67 لما صارت حرب حزيران ال67، بال73 وقتها صارت حرب 6 أكتوبر بال73 عفوا، واليوم من بعد عملية طوفان الأقصى بغزة. يعني هيدا مؤشر أنه إسرائيل ذاهبة لخوض حرب موسعة مش بس مع الفلسطينيين. أنا أستبعد القيام أو خوض إسرائيل حرب موسعة، ورح أقول لك ليه. لأنه أي حرب موسعة لإسرائيل، إسرائيل رح تخسر الحرب. أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم هيدي بطلت موجودة، معنوياتهم للجماعة منخفضة جدا. ما في جيش بيربح حرب إذا معنوياته بالمعنويات الموجودة عند الجيش الإسرائيلي اليوم. اليوم عندهم رعب من كل شيء اسمه مقاومة، من كل شيء اسمه قتال منفرد بالشوارع.
كيف بدهم يربحوها؟ بعدين اكبر ميزانيه صرفوها باخر 10 سنين هي على دبابه الميركافا. دبابه الميركافا تبين اليوم انه هي لا شيء امام بعض الصواريخ التي وصلوا الى سوق ما بقاش حدا عم يشتريها وما عندهم بديل عنا اللي يفوتوا فيها. هلا هو في شيء أسوأ، هلا صناعه الهاي تاك اللي كلهم الاسرائيليين كانوا بيعتبروا انه ملوك فيها تعرضت لنكسة بمجرد أن يكون هناك خرق استخباراتي من هيدا النوع. يعني كمان هيدا السوق اللي هي كانت تتكل عليه كعنصر أساسي بالاقتصاد ضرب بعملية طوفان الأقصى. 100% الإسرائيلي اليوم بمعنوياته بأدنى معنويات وصل إلا الكيان الإسرائيلي من 100 سنة لليوم، الإسرائيلي بطل فيه يعتمد على سلاح الجو لحاله. ومين قال إنه من المقاومات العربية واللبنانية مش محضرت لهم فاجأة بسلاح لسلاح الجو مثل ما حضروا له للميركافا؟ خلينا نبلش بما أنه فتنا بهيدي النقطة دكتور حرب، سؤالي رح يبلش بالعكس قبل ما ندخل، شو محضرين حركات المقاومة بحال أخذ نتنياهو قرار عملية برية بغزة أو حرب موسعة أو أي شيء آخر؟ هل كانوا الإسرائيليين عن جد مش عارفين انه في شيء عم يتحضر؟ لانه امبارح كمان بيتسرب انه المصريين ابلغوا نتنياهو قبل 3 أيام من حصول عمليه طوفان الاقصى انه حركه حماس تحضر شيئا. معقول الامريكان اللي مسيطرين على الفضاء بالاقمار الصناعيه كمان ما كشفوا انه في شيء عم يتحضر او لا؟ هي المفاجاه صارت بحجم العمليه اللي حصلت. هلا في كتير سيناريوهات عم تنعرض اليوم. في سيناريو بيقول انه هيدا ممكن يكونوا المخابرات الاسرائيليه عارفين باللي كان عم يتحضر لحتى له يخلقوا ذريعه لهم ليفوتوا بحرب على شكل ما سرب عن احداث 11 ايلول 2001 مع الولايات المتحده. ولكن شيء مش منطقي انه ممكن واحد يخلق هيك جو عند الجيش الاسرائيلي وعند الشعب الاسرائيلي بيهدد وجود الكيان بحد ذاته. الكيان الاسرائيلي بيكونوا مش عارفين حجم العمليه، مش مقدرين انه تكون بهذا الحجم. بركي مش معقول يكون انه سمحوا فيها مش عارفين حجمها او في حد ادنى لحجمها بده يكون. انا استبعد هذا الخيار بصراحه، انا هذا الخيار استبعده لانه الاسرائيلي اذا بدك بيتاجر بكل شيء الا بامنه الداخلي، لانه اساسا مرجج، اساسا عنده مشكله هجره، اساسا عنده مشكله ماليه، عنده مشكله اجتماعيه هلا منفوت فيها. انا اعتقد انه اللي عملته حماس كان مفاجئ لإسرائيل، لأنه أساساً حماس مش معودة إسرائيل على هيك نوع من العمليات. إجت نوعية وإجت مفاجأة لإلهم. ولكن أنا مش بموقع الشماتة، خاصة إذا في أبرياء وإذا في ضحايا أطفال وإذا في نساء شو ما كانوا، حتى لو كانوا يهود نحن إنسانيين، مبدأ الإنسان. ولكن أنا عم أقول كحكومة للعدو الإسرائيلي وكجيش للعدو الإسرائيلي. طيب انا بدي اتوجه لكل يعني لكل واحد ممكن يكون منهم بيفهم عربي. طب هن من 100 سنه لهلا بيعاملوا الشعوب العربيه كالحيوانات، ما عملوهم باكثر باعلى درجه وحده. ما هو امبارح قال وزير الدفاع من يومين على انه نحن سوف نجرف غزه وسوف نعاملهم كالحيوانات. هو قال بالحرف نواجه حيوانات متوحشه وبالتالي رح نعاملهم هيك. حيوانات بشريه عفوا، يعني نشوف يعني حيوانات بشريه بالنهايه. هو اساسا عم يعملون هيك، بس هلا لحتى لي على موقف غاضب بعدين بينام عليها هو انه كيف فضح حاله هيك. ولا مره تعاملوا مع الشعوب العربيه كقضايا محقه كانسان طب هذا الجرف اللي عم يعملوه لغزه اليوم شو؟ هو عم يقول نحن سوف نجرف غزه، وبالتالي غزه فيها اطفال وفيها نساء، واعلن بمؤتمر صحفي انه بدنا نقطع المي وبدنا نقطع الكهرباء وبدنا نقطع الادويه وبدنا نقطع الطعام. شو هيدي اباده؟ عمليا اليوم عم ينحكى عن ساعات انه تكون غزه منا قادره تشوف ضوء ولا ساعة. هذا شو؟ صحيا بيكونوا مهددين، أدوية عم تنفد تقريبا، ما في مي، ما في أكل، ما هيدي إبادة، هيدي إبادة إنسانية، إنه هذا إفلاس عند العدو الإسرائيلي. طب وين الأمم المتحدة دكتور حرب اليوم كمان؟ وين مسؤولية هذه الدول العالمية؟ إنه معلش يعني ما بيكفي بس يطلع بيان عن الأمم المتحدة يعتبر ما يحصل بغزة إنه هو جريمة حرب. كيف تتدخل هذه الأمم لتحل جريمة الحرب؟ عم نشوف المواقف من يلي ماسكين قرار الأمم المتحدة اليوم، دعم مباشر لإسرائيل، غطى للأعمال اللي عم تقوم فيها إسرائيل، بالمقابل منشوف مجرد بيان عم بيقول جريمة حرب عن حصار غزة. كيف بدنا نفهم هذا العالم المتناقض نحن؟ بليك شغلي، ما يرعب الغرب حاليا الولايات المتحدة وأوروبا بمختلف دولها وإلى ما هنالك، ما يرعبهم اليوم هو فشل فكرة الكيان الإسرائيلي بالشرق. فشل هيدي الفكرة لأنه صارت جديا معرضة للفشل. وإذا فشلت وين المشكلة عندهم؟ المشكلة كبيرة، بيخافوا من ارتداد الهجرة اليهودية اللي ما صدقوا كيف بيخلصوا منهم إلى الشرق،
ارتدادها لعندهم، بس هي ارتدت بعد، مش بعد عندهم 12 13 مليون عايشين هون، ولكن تعي خلقي فكره فشل هذا الكيان وعوده هذا الكيان بكل مقوماته الى بلدان اوروبا والولايات المتحده بتسبب لهم ازمه كبيره. ليه بدها تسبب لهم ازمه كبيره اذا هن بيعتبرون يعني اكثر ناس او اكثر كيان اندعم بكل التاريخ العالمي كان الكيان الاسرائيلي دكتور حلمي؟ ايه بس مش تقديرا لاسرائيل، مش تقديرا لإلهم، اذا بدك تخلصا منهم، تخلصا من هالتلزيقه اللي هلكتهم على مدى مئات الاعوام. وليش الاوروبي عملوا ادولف هتلر البعبع؟ لانه ادولف هتلر سوري على التعبير بهبلانته بالاخر وبعقده النفسيه برم على الاوروبيين وصار بده يحتل اوروبا. اما هو لو يعني خذي بدايه الحرب العالميه الثانيه لما بلش مجازر بالشعب اليهودي من الاتحاد الاوروبي او ما كان في اتحاد من الدول الاوروبيه اعلن الحرب عليه بدنا نفوت نستنقذ اليهود والاباده اللي عم يعملها، حتى الولايات المتحده الامريكيه ما اخذ ولا موقف منه. يعني هن برموا عليه بس تفضل هو هجم عليهم، هو صار بده هو يحتلهم. اما ببدايه المعارك ببدايه اذا بدك التطهير العرقي اللي عملها، نحن مش عم نحكي نحن ضد التطهير العرقي اكيد، بس عم بقول لك مواقف الاوروبيين بمعركه التطهير العرقي اللي عملها هتلر بالبدايه ولا موقف برومي الصحافي كله اي كتاب لم يكتب عنه. يعني هناك مصلحه، خلينا هيك نرجع للمنطقه، هناك مصلحه اوروبيه امريكيه بالابقاء على هذا الكيان حتى ما تعمل ارتداد عليهم بأوروبا. خلينا نتابع بالنقاش دكتور حلوى لكن بعد هذا الفاصل القصير ونرجع لحوار اليوم. رجعنا لمتابعة حلقة اليوم من حوار اليوم مع ضيفنا دكتور جورج حرب، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. إذا بدنا نتابع بغزة لأنه بالفعل يعني اليوم كل الوضع منصب على هذه المعركة وما سينتج عن هذه المعركة ارتداداتها على مستوى المنطقة من ضمنهم لبنان. بالتحليل اليوم لما كل العالم عم بتشوف في نقطة عم بيتم التركيز عليها، وكان لافتة من يومين لما متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أول مرة بنسمع باسمه، بيقول بيدعي أهالي غزة أنه اللي هربان من الغارات يروح على سيناء عبر معبر رفح اللي حسب معلوماته مفتوح بين إسرائيل ومصر. هون رجع فيق العالم على ما كان يحكى من سنوات، تحديدا بلش الحكي إذا بدك العلني فيه بال2019 عن دولة بديلة للفلسطينيين بسيناء، وبعدها هيدي التصاريح ما عم يتبنوها بشكل رسمي ولكن عم نضل نسمعها كل يوم. هل ما يحصل اليوم هو بداية لهذا المشروع بمشروع ترانسفير الفلسطينيين إلى دولة خارج فلسطين المحتلة وبالتالي حل القضية الفلسطينية بهذه الصيغة؟ ممكن الإمكانية موجودة على أنه يكون في مشروع أمريكي ب إذا بدك هالترانسفير هذا للفلسطينيي غزة إلى سيناء. وما ننسى أنه هذا المشروع هو قديم مش من هلأ. صحيح. المشروع بلش بال2008 مع حسني مبارك، رفضوا، رجع بعدين وتسرب له تسجيل صوتي امبارح كمان بيأكد هاي 100%. وايضا رجعوا حاولوا مع مرسي كان ماشي فيه، الاخوان المسلمين بمصر كانوا ماشيين فيه، هذا اللي بفسر يلي صار الانقلاب على حسني مبارك. الانقلاب على حسني مبارك ورجع الانقلاب على مرسي، يعني صار انقلاب على حسني مبارك لتمرير المشروع، رجع الجيش المصري عمل انقلاب على محمد مرسي لان كان لبنان بالمشروع، ايضا لتفشيل المشروع. هل ما بتعرفي الرئيس السيسي شو عم يخطط له؟ لا، يقال انه السيسي كمان رافض، يعني بدليل لحد هلا رافض. أي. ولكن ايضا هني يعني الامريكاني حتى لو عندك رافض انت بيصير امر واقع. طيب اليوم كلنا رافضين وجود السوريين هون، شو بيصير؟ واذا جيتي رحلتي عائلي بتقلك حقوق الانسان. فبالتالي كمان بتقدري تربطي ثاني نهار من احداث غزه جرى اجتماع للبنك الدولي وبالتالي جرى تخفيض لمستوى الائتماني للمصرف المركزي المصري، يعني هددوها، واصلا مصر عندها مشكله ماليه نزلوها درجه على ورجعوا من 3 ايام، يعني من اقل من 3 ايام من يومين رجع اجتماع ثاني للبنك الدولي شيء يختص بمصر، وايضا رجعوا مره ثانيه نزلوا اذا بدك المستوى الائتماني للماليه المصريه. يعني اجتماعين بضغط مالي هائل على مصر بالتزامن مع احداث غزة، يعني هذا شيء مش بالصدف بيصير. بيقدروا يدققوا باللي عم بقوله، فعلا جرى تخفيض من البنك الدولي للمستوى المالي لمصر، هذا شيء يختص بالاقتصاديين اكثر مني ولكن هناك شيء في هذا الاطار ممكن يصب اللي حضرتك عم بتقوليه باطار الضغط على مصر. اما بما يختص بحرب شامله
للإسرائيلي اليوم مع العالم العربي، الأمريكياني برجع بعيد مش بهذا الوارد، يريد عملية محدودة، يريد ضبضبة الموضوع، مش لأنه ما بده إذا بده حفاظا على الشعوب العربية، يمكن بده هذا الترانسفير يصير ولكن بأسلوبه مش بأسلوب إسرائيل، وأيضا لأنه هو على يقين انه اسرائيل رح تورط الجيش الامريكي بهيدي المعركه. ليش ما بيعتبر انه خلص بما انه فرضت المعركه فليطبق هذا المشروع كيفما كان؟ لانه كمان مشروع ترانسفير حكي انه مش بس سيناء، كمان الاردن رح يكون له نصيب، وهذا يمكن يلي ببرر كمان الخطاب العالي السقف للعاهل الاردني بالامس والمظاهرات الشعبيه يلي شفناها قد تكون الاكبر حجما بالدول العربيه بالاردن تحديدا. ايه وبركي تورط الاسرائيلي بغزه واستاثروا له كمان شي 30 دبابه وشي 200 عنصر مع جنراليتهم من جديد وتورط بهالوحول الغزاويه وما قدر يربحها، ليش هن متاكدين؟ بس دكتور حرب الامريكي باي حرب بالمنطقه ربح؟ ولا معركه ربح. طيب الامريكي يضرب يدمر بياخذ مصالحه بفل، هيدا اللي عم نقوله انه خاض حروب امن مصالحه وحتى لو ما ربح فيها حتى العسكريين عنده، يعني كان في مسؤولين تحدثوا عن كولاترال دامج بالعسكر تبعهم 100%. يعني ليش بدنا نستغرب انه تفوت امريكا الى حرب من هذا ما النوع؟ ما فيها تفوت لانه بتفوت تخسرها، ما يعني الحروب الأخيرة بوضع الحالي، يعني عم بوضع الحالي حملة الطائرات هي إذا بدك مبدأ عام بالجيوش العظيمة، وقد ما بدك فيها تدمر وفيها على الأرض غير شيء، غير موضوع التدمير شيء، وأنك تكسبي المعركة وتضلك محتلة للأرض هذا موضوع آخر. يعني مش كتير منا نزهة فوتة الإسرائيلي على غزة. ليش يعني أطراف ما يعرف بفريق الممانعة أكيد بسوريا، حزب الله المقاومة بلبنان، بالأردن، حتى تحرك العراق، حتى اليمن، الحوثيين عالي السقف كلامهم، إيران، كان هناك تهديد مباشر أنه إسرائيل إذا أعلنت العملية البرية على قطاع غزة فإنه كل هذه الساحات سوف تكون في مواجهة إسرائيل. يعني مجرد أن تعلن إسرائيل عن عملية برية نحن فينا نعتبر أنه انطلقت ساعة الصفر لا حرب شاملة لكل الجبهات تحت مبدأ وحدة الساحات وما حكي عنه بوحدة الساحات. ممكن جدا، وإسرائيل بالتأكيد سوف تخسر هذه الحرب، ما بدنا كتير نقاش، إسرائيل سوف تخسر هذه الحرب، مش لأنه عم نبصر، لأنه قدرتهم الإيطالية للعسكر ومعنوياتهم لما تقارب الصفر، شفنا شو عم بيصير فيهم، فاتوا على سكناتهم، فاتوا على غرفهم، فاتوا على غرف اجتماعاتهم، فاتوا على مطاعمهم، على سهراتهم، فاتوا على كل شيء. ما شفنا ولا عنصر إسرائيلي عم يطلق النار، كله هربان ومخبى، ما عندهم قدرة قتالية. هذا الجيل الخامس أو السادس لأدنهم لا يقاتل، جيل تعود على التكنولوجيا واتكلوا كليا على التكنولوجيا بظل رخاء اقتصادي عايشون فيه من صغرهم، وعندك شعوب عربية معذبة وربياني بالصحراء وربياني بالشوارع وما تركوا لهم شيء، لمبة يضووا قطعوا الكهرباء عنهم، بكل العلوم العسكرية هيدي ما بياخذون دورات لحتى يعملوا لهم تخشن ليصيروا مغاوير، هودي مغاوير بخلقتهم من ما اليوم اللي خلقوا فيه لمدارسهم، لانقطاع عن التدريس، لانقطاع عن الجامعات، للذل اللي عايشون فيه، هن مغاوير بالفطرة. وبالتالي كل الخبراء العسكريين انا كنت عم راقب بهالاسبوع اللي مرق كلهم عم يقولوا انه هيدي من اسس التخشن اللي عايشها الغزاوي او المقاوم باي دوله بالعالم منها اليمني. يعني هيدي عملت رده فعل ما مارسته اسرائيل ضد هذه الدول طيله هذه السنوات، اليوم رح تتحمل مسؤوليته هي بالداخل. كنت تحدثت عن التحول الاجتماعي اللي بداخل اسرائيل بداخل الاسرائيلي. نعم. اليوم نعم. هيدا احد المظاهر تبعه، بس اليوم كمان كنا عم نسمع كثير خبراء عم يحكوا عن تحلل الجيش الإسرائيلي بالمخدرات، يعني كمان عناصر الفساد داخل هذا الجيش، كلها هيدي عوامل ما بتقدر تهدي خلينا نقول أمام ما بعرف حركات المقاومة اللي عم نشوفها. يعني اليوم كمان حتى عم نشوف تدخل مش بس بالمنطقة، الروسي اليوم يلعب دور كبير جدا. شو الدور الروسي اليوم؟ بس منطلق على مستوى الدخول بالتسوية السياسية؟ أول شيء الدور الروسي اليوم لا يمكن أن يكون بعيد عن الأجواء اللي عم بتصير، بمعنى ما فينا نفصل اليوم الحركة اللي انعملت بالحركة الغزاوية لحماس ما فينا نفصلها عن اللي عم بيصير بأوكرانيا. ليه دكتور حرب هذا الربط بين ما فيك تفصليها عن بعضها؟ ما فيك تفصليها. يعني اليوم الصواريخ اللي عم تضرب فيها الميركافا ليقال انه حجم الصاروخ لا يتعدى 30 سنتيمتر ووزنه ما بعرف شو قديه الطفل بيحمله، هيدي مانش اختراع اهل غزه، مع احترامي لاهل غزه، هيدي اختراع روسي ومعروف انه صواريخ روسيه،
كورنيت او غيرها، وبالتالي هيدي يعني ما فيها اليوم، ما بيطلع صاروخ لحركه مقاومه معينه من دون ما يكون الروسي موافق، بنكون عم يتابع وين بدها تستعمل. اكيد هنالك تبادل رسائل امنيه وعسكريه بين الولايات المتحده وروسيا، ساحتها هي غزه والكيان الاسرائيلي وبالمقابل اوكرانيا، بالتاكيد انه في هيك شيء. اما بالنسبه للحركه الاسرائيليه اليوم، لو في عندها امل اسرائيل تربح الحرب، كانت هلا اسرائيل عم تقصف جنوب لبنان ولربما لبنان كله، ومش عم ترد بقواعد اللعبه الملتزمه فيها بتحجج فيها، وكانت بلشت هلا بقصف مدمر وكامل لغزه. هي عم تدمر بغزه بس بعد بدرجات اذا بدك متفاوته، بعد ما تتخذ القرار بالدخول البري. رح يتخذ برايك مثل هذا القرار؟ انا على يقين بحسب تصاريح الاسرائيليين على انه هن رايدين يفوتوا على غزه، بقول لك بده يرفعوا معنويات شعبهم على القليله، لانه عمليا انه خساره كبيره كثير بالقليله. شو بيقولوا بدهم يعملوا رد فعل، يعني نحن مش معودين عليهم، بس رد الفعل عاده عند الاسرائيلي كان يكون باقل من 24 ساعه. نحن اليوم باليوم السادس صرنا. ما انا عم بقول لك الولايات المتحده غير موافقه على دخول اسرائيل بحرب شامله، لو انه مع الموافقه اسرائيل فاتت. يعني اليوم بيقولوا انه ردات الفعل العسكريه بتصير بثالث يوم وما فوق، اول يومين هن تحت الصدمه ووضع المخططات، ثالث يوم ببلشوا يفكروا شو بدهم يعملوا. الولايات المتحده بحاملتي الطائرات اتت لضبط اسرائيل وردات فعل المقاومه بنفس الوقت، لا تريد حربا شامله. وبالتالي صارت بسابع يوم، امتين بتحب تفوت اذا بدك بريا؟ بتعرف شو عم يفكر الاسرائيلي اليوم؟ الاسرائيلي حابب يتورط بريا بغزه لجر الامريكان معه الى حرب بغزه وغير غزه. الولايات المتحده لا تريد هذا الامر. ليش يهدف الاسرائيلي لجر لانه لحاله بده يخسر. اكيد بده يخسر. ما ولا معركة برية ممكن يربحها الإسرائيلي بهاي المعنويات، جنودهم منهارون. أنا ما عم نظر وعم بحكي شعر، خلينا نفوت على كل وسائل التواصل الاجتماعي وشوفي ردات فعل الجنود أمام المقاومين تبع غزة اللي فاتوا عليهم. طيب دكتور حرب، قبل ما فوت بالأهداف الاستراتيجية لمثل هذه المعركة اللي في منها متعلق بالتطبيق منها اقتصادي، بس بدنا نشوف شوي وضع جنوب لبنان، لأنه كمان لبنان لم يكن بمعزل عن ما حصل أو ما يحصل لحد الساعة بغزة. كل يوم في توتر، في إطلاق صواريخ. هذه المعركة بتصريح الجميع لا تزال مضبوطة وكأنه مدوزنة بمكان ما. متى يمكن أن نقول أنه قواعد الاشتباك كسرت بين لبنان والعدو الإسرائيلي، مع العلم أنه في مدنيين قصفوا، في شهداء سقطوا للمقاومة، 3 شهداء، وكمان المقاومة ردت وأعلنت وتبنت الرد. راح قتلة كمان للعدو الإسرائيلي. يقال في أعداد كبيرة جدا، وحتى البعض بيقدر أنه أول مرة أطلقت صواريخ الهستيريا الإسرائيلية بطريقة القصف، لأنه الرتبة يلي قتلت من الجيش الإسرائيلي هي الأعلى بالمنطقة الشمالية. متى يمكن أن نتوقع أو نشوف أنه هذه القواعد بلبنان كسرت، قواعد الاشتباك مع لبنان؟ أنا أعيد ومتأكد مما أقول، لا يمكن للعدو الإسرائيلي الدخول بحرب مع لبنان. دخوله بحرب مع لبنان، دخوله بحرب مع المقاومة تحديدا حزب الله، هي خاسرة لإسرائيل بالتأكيد، وهو عارف هذا الأمر، هو يعرف هذا الأمر. وما الجولة التي قامت بها السفيرة الأمريكية شيء على بعض المسؤولين اللبنانيين، هي أنه أكيد حملت بلهجتها بعض التهديد أنه الولايات المتحدة سوف تقصف وسوف تضرب، لبل حملت البعض منه رسائل للنظام السوري وإلى ما هنالك، ولكن هذا الأمر وأيضا هنالك اتصال مهمين كتير. إيه بس ما فيش لا أسماء ولا تفصيل إذا بدي. بس شو الرسائل للنظام السوري من دون ما تقلي عبر مين؟ حملت رسائل إلى الحكومة اللبنانية وإلى غير الحكومة اللبنانية، المسؤولين اللبنانيين، على أنه يوصلوا لحزب الله أنه الولايات المتحدة بحاملة الطائرات سوف تكون مدمرة جدا بحق لبنان إذا ما سمح لنفسه بالدخول في هذه الحرب. 1. 2، نقل إذا بدك الإماراتي رسالة إلى بشخص الأمير شخصيا إلى الرئيس الأسد أيضا يحذره فيها، يحمل له رسالة أمريكية بعدم فتح جبهة الجولان. هيدا الرسالة اللي وصلها الأمريكي. بيطلع نتنياهو بيقول انه هذه الحرب سوف تغير وجه الشرق الاوسط. طيب بين التهدئة الأمريكية انه ما تفوتوا بالحرب، وبين اللي عم بيقولوا نتنياهو بانه سوف نغير وجه الشرق الاوسط، ما في تناقض بين الامريكيين والاسرائيليين؟ بلا، في واحد بده يهديها وفي واحد بده يفوت بحرب فيها. بس كيف عم بيهديها الامريكاني اذا هيدي رسائل تهديد ان كان من الامريكاني او من الاماراتي حتى؟ شو التهديد؟ عم بيقول ما تفوتوا بالحرب، يعني ما بدي معارك مع لبنان.
بالمحصلة لا يريد معركة إسرائيلية مع المقاومة في لبنان، هذا الذي يريده من دون ما يبين انه هو عم يوجهها بطريقه اقل من مستوى الكلام. ما بيقدر يبين انه مش واقف رفي من حديث الرئيس الامريكي، ما بيقدر يبين انه هو مش ليس الى جانب اسرائيل، عنده 9 أشهر انتخابيه تمهيديه، وبالتالي الامريكي لا يريد حربا في هذا الشرق بالمرحله الحاليه، وهذا واضح وضوح الشمس. على كل حال الايام الجايه رح تبين هذا الامر، واعيد هلا بيصير تطور دراماتيكي على الارض، بيصير شيء تسرع عسكري امني من مكان ما، بقول لك من المقاومه، بقول لك من العدو الاسرائيلي، ممكن هذا ممكن ان يحصل في اي لحظه، ولكن بالاطار العام المقاومه في لبنان تحديدا حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك، وهو كل يوم عم يعمل بيان ويقول نحن ملتزمين بقواعد الاشتباك. الاسرائيلي بحركته العسكريه ايضا عم يبين هلا صاروخين على ضيعة إلى ما هنالك، بتصير بالحروب بتصير مناوشات، ولكن بس ما بتكسر بعد ما انكسرت هيدي المعادلة، وما صار أي تخطي للخطوط الحمر لحد هلا. إذا بعدنا بأول أسبوع هيك، بتاني أسبوع الأمور تهمد، وإذا بدك الفورة ورديت الفعل لحفظ ماء الوجه للجيش الإسرائيلي عم تهمد، وبلش الرأي العام الإسرائيلي يروق من هيك، نحن مش رايحين لحرب، أنا ماني شايف في حرب. هلا هي شوي لافت الموضوع لما يعني بالمعلومات امبارح اكيد وزير الطاقه وليد فياض قال انه ما توقفت الاعمال بالبلوك 9، ولكن معلومات الاو تي في كانت بتقول انه مش بس ما توقفت الاعمال، التبليغ يلي صار للبنان انه هذه الاعمال ستستمر، وما في مؤشر عدم استقرار لحد الان. يعني اذا كل يلي عم بيصير بغزه والاسرائيلي وقف الانتاج بتمار يلي هو الاقرب ربما الى حقل قانا المحتمل للبلوك 9 على مستوى لبنان، وهذا منه مؤشر لعدم استقرار، فشو المؤشر لعدم الاستقرار عمليا؟ مؤشر لعدم الاستقرار هي هي القصه كلها رساله، الى العدو الاسرائيلي من بعض الحركات المقاومه ومن وراءها في هذه الدول، انه هذه السياسه اللي انت خدرت الشعوب العربيه كلها منا لبنان، وبالتالي هذا الضغط الهائل المالي على الشعوب العربية منا مصر ومنا لبنان ومغيرهم وسوريا، وأنك أنت تجوع هذه الشعوب لحتى تمرر مشروع التطبيع التطبيع والترانسفير إذا بدك بين الكيان الإسرائيلي وبين الدول العربية خليجية مني وغير خليجية، لن تمر هيك. بالتالي في ناس في عندها أوراق بهذه السياحة، مش طلع لها شيء من هذه التسويات كلها سوا، فلا بدك تحكي معنا، هيك بتصير. هذه رسالة قوية كانت، هلا بعتقد صاروا بيحكوا معه. إلا بتقولي لي الخيار الثاني بيقدر الأمريكي والإسرائيلي يعملوا ضربة عسكرية كبيرة لهالدول الممانعة، أنا أشك في هذا الأمر. ماذا لو كان عندهم كمان عناصر مفاجئة أو عناصر قوة مخبية عندهم؟ وين؟ ما بنعرف فيها. ما أيمتي؟ ما قلنا كمان بحق لهم بعنصر المباغتة. ما عم نشوفه، خسروا كتير حروب. بيّنوا صار في مسلمة عسكرية واضحة عند كل اللي بيفهموا بالعسكراتية على إنه هودي الجماعة عم يخسروا كل معاركهم. العسكرية بعدين، ولكن وين مشكلة الممانعة؟ انتبهي، ومنهم حزب الله بلبنان بيربحوا كل المعارك العسكرية، ولكن بس يجوا على السياسي بيرجعوا بيخسروا. هيدي رح أسألك إياها بعد شوي، كيف رح تترجم، لأنه نفس السؤال سألناه هيداك النهار. بس خلينا نروح إلى فاصل دكتور حرب قصير مرة جديدة، ونرجع منتابع الجزء الأخير من حوار اليوم. فاصل ونعود. عدنا لمتابعة هذه الحلقة من حوار اليوم والجزء الأخير منا مع دكتور جورج حرب. دكتور حرب، قبل ما أسأل شوي، لما حكيت عن رسائل تم توجيهها إلى الرئيس الأسد عبر الرئيس الإماراتي بشكل مباشر وإلى حزب الله من الأمريكيين، ما ضروري مش مهم الوسيط قد ما مهم الرسالة، ماذا كان جواب الطرفين؟ يعني اليوم في رسائل تهديد، ما الذي أجاب فيه الرئيس الأسد وما الذي أجابه حزب الله؟ إذا بدك نضل لبنانيا أحسن، بعتقد أنه الجواب اللي مش أنا على يقين، يعني الرد اللي إجا من المقاومة على أنه المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك اللي عم تحكم بينها وبين العدو الإسرائيلي من سنين لهلا، ملتزمة بقواعد الاشتباك، إلا إذا تم الدخول إلى غزة بريا سوف يكون هنالك حسابات أخرى. هيداك صار كلام آخر يعني. نعم، هيدا هو الجواب اللي إجا. يعني بس هيدا في نوع من تطمين للأمريكي أنه طول ما هي قواعد اشتباك قائمة شرط عدم دخول إلى غزة. أوكي. بس اللي صار مبارح، يعني شو عم ينحكى ببجع مهاجر
عمل رعب بالمستوطنات الشمالية. ايه بعتقد انه المقاومين عملوا حركة مهضومة إلى حد ما، حركة ولكن ذكية ذكية كتير، وموسم هجرة البجع حاليا، وبالتالي هن يعني ارتابوا منها. هلا هي الفكرة، بعتقد الهدف من أظهار حجم التضعضع بالجيش الإسرائيلي أكثر ما بصراحة. مش بس الجيش الإسرائيلي، أي حرب اليوم بتطال دول عظمى 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 وأصحاب تاريخه، وتحديدا أوروبا، أي معارك عسكرية اليوم بتعمل لهم جرثة لجيوشه. كل الدراسات، شوفي من 10 سنين لهلا، كل الدراسات عن ترهل الجيوش بالدول حرب. اللي معتبري حالها هي دول اذا بدك درجه اولى، اخذت مكانها حركات المقاومه. يعني ما في، مش حركه، ما عندهش حركات مقاومه لحد هلا. هن عم نحكي عن تجربه الشرق الاوسط، عن تجربه الشرق الاوسط. ايه جيوش الشرق الاوسط غير موضوع، مش سيئه جيوشها، ولكن عم بحكيكي انا بجيوش دول عظمى، عم بحكيكي مثل فرنسا، عم بحكيكي مثل بريطانيا، عم بحكيكي مثل تقريبا كل الدول الاوروبيه. في ترهل بجيوش لانه ما عندهم، ما عم يخوضوا حروب، وبالتالي صاروا مطمئنين زياده. تفكير البشر عندهم تغير، تفكير الانسان عندهم تغير، بطلوا مؤمنين بالقوه كثير، صاروا مؤمنين اكثر بالحوار، صاروا بعدين رايحين لاشياء اذا بدك لمبادئ تخطوا فيها الانسانيه، كسر القيم، زواج المثليين والى ما هنالك، وخدي بقى اهتمامهم بالبيئه، اهتمام بالحيوان الزائد، اهتمام بالحيوان الزائد بقى شعب بيقدروا يتصوروا عدو لهم بدهم يحاربوا. هيدي بالعوامل النفسية للجيوش. فأي حروب داخلية عن فعلا، أنا عارف شو عم أقول، هنالك جرسة ناطرتهم. ومش وأنا من أكثر من سنة عم بكتب عن هذا الموضوع، جرسة للجيش الإسرائيلي كنت عم أكتب إذا بفوت بأي معركة مع أي حركة مقاومة، واليوم هذا اللي عم بيصير بدليل الصور يلي عم نشوفها. بعد في أكثر من هيك دكتور حرب، اليوم بهذه المعركة واضح أن معركة لا تقتصر فقط أو لا تنحصر فقط بالقضية الفلسطينية، في أكثر من عامل دخل على الخط بدليل التصريحات يلي عم نشوفها اليوم. الأهداف الاستراتيجية البعض أو البعض الخبراء يلي حكيوا عنها تنطلق بشكل أساسي بمكان ما بربط ساحة غزة بما يحصل بأوكرانيا. وشفنا امبارح تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لما يقول أنه هذا الجزء الأخير من الحرب مع روسيا من بعد فشل التمويل لأوكرانيا من الكونغرس الأمريكي والرفض الأمريكي بمكان ما للاستمرار بهذا التمويل، وما في أي تمويل آخر قادر يعوض، وبالتالي يبدو أن الرئيس الروسي حقق ورقه. تاني هدف استراتيجي، البعض يلي كان لا يرغب برؤية المملكة العربية السعودية تحديدا كونها محج المسلمين أنه هي تكون عم بتطبع مع العدو الإسرائيلي. وثالث نقطة مرتبطة بعامل جيوسياسي مهم جدا يلي هو الممر الهندي من الهند إلى أوروبا عبر السعودية وإسرائيل، يلي البعض بيعتبر كمان أنه صار من التاريخ وغير قابل للحياة. هل تحققت إلى اليوم هذه الأهداف، أو خلينا نقول على طريق التحقق؟ من دون شك أنه الساحات صارت مفتوحة كتير على بعضها وصارت مترابطة، لأنه عناصر الخلاف بمكان عندهم إذا بدك ساحات مشتركة على تقريبا بكل مناطق الكرة الأرضية، مش بس بالشرق الأوسط. مزبوط اللي عم بتقولي، بلشي من الخلاف الغربي الشرقي بأوكرانيا، وهي يعني مناطق نفوذ صارت اليوم، صراع على النفوذ. إذا أخذت اليوم المشكلة الأذربيجانية مع الأرمن، شوفي مثلا قديش عم يحاول إسرائيلي هونيك إدخال نفوذ عسكري لإله، وفي مخططات لبناء مطارات عسكرية لإله هونيك لحتى يصير قريب على الحدود الإيرانية. طيب شوفي كمان الحركة اللي عم بتصير بسوريا، يعني هنالك اليوم ترابط بالساحات بين التركي والإسرائيلي والسوري والإيراني والأمريكي والروسي، صاروا مترابطين كتير. طيب أنت لما تقدر تعمل حركة أذربيجانية مزعجة للإيراني وغير مطمئنة لإله، تعرفي أنت الوضع الإيراني ضد، مش كتير متوافق مع الأذربيجاني إذا مش ضده. طيب أنت ما فيك تقول أن الإيراني ما بده يرد لي، من دون شك عم تقولي حضرتك واقعي ومنطقي، هنالك ترابط بالأحداث اللي صارت بغزة بين الإيراني والروسي من ميل، ومن جهة تانية الأمريكي والإسرائيلي من دون شك. هنالك تبادل رسائل قاسي عم تقسى أحيانا وبتلين أحيانا، بس غير قابل للانفجار. الانفجار بورط الكبار، وبالتالي ما في الكبار مش جاهزين يكونوا الكبار مش جاهزين الورطة. مش جاهزين وما عندهم استعداد، وشو الثمن بيقدروا يحلوها بالسياسة. طب هل تم إفشال على الأقل التطبيع يلي كان عم ينشغل عليه بشكل متسارع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ الحركة السياسية اللي استدعت معركة غزة اليوم اللي مع إذا بديك لافتة، يعني اتصال ولي عهد سعودي اليوم بمبارح بأردوغان
ومحاولة القيام بمبادرة ما بالإضافة إلى المصري والرئيس الإيراني، وهذا أول اتصال بيحصل مباشر بيناتهم، واتصال الرئيس الإيراني أيضا بولي عهد سعودي. أيضا بتشوفي أنه في حركة اليوم إلى التهدئة. هاي الاتصالات ما بتصير إذا بدك للتشنج لتكبير الموضوع، بتصير لا، هاي اتصالات بتكون مدروسة قبل بين المستشارين ومقررين شو بدهم يحكوا الرؤساء مع بعضهم وعلى أي نقاط بدهم يتفقوا. بس يتفقوا وتخلص النقاشات كلها تتوج باتصالاتي، ما بتصير للمرحبا والأهلا. وبالتالي هنالك شيء ما للتهدئة، أعود للتهدئة، ماني شايف العدو الإسرائيلي في يعمل أي حرب. مع التنويه أنه موقف المملكة العربية السعودية يعني كان لافت جدا على مستوى دعم القضية الفلسطينية والتشديد على هذه القضية بوقت عدد من الدول العربية بياناتها كان غريب جدا لناحية إدانة حماس، وكأنه إسرائيل ما بحياتها اعتدت على الشعب الفلسطيني. هذا بس للتنويه. عندما نتحدث عن محاولات تهدئة، اليوم حكي كثيرا كمان بين الرئيس الروسي والرئيس التركي عن مسألة حل الدولتين بحدود 67 وأن تكون دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية. هل تتركز كل هذه الاتصالات بما فيها التي تقودها السعودية، بما فيها التي تقودها تركيا أيضا وإيران، حول إعادة إحياء هذا الحل؟ هلا من بعد ما شفنا الأمريكي راح إلى الاعتراف بقدس عاصمة لإسرائيل، يعني ترامب ذهب إلى هذا المستوى. من دون شك أنه الانتصارات العسكرية تترجم بانتصارات سياسية على أرض الواقع. طيب خلينا نرجع نحن 20-30 سنة لورا، ليه بدها إسرائيل تقبل بحل الدولتين كانت، وليه بدت إذا بدك تضحي بالقدس اللي هي عندها إياها ما بعرف يعني إنجاز تاريخي لإلهي من عدد ديني، مع أنه كلنا إلا فيها للقدس وإلنا أكثر منا فيها ولا شيء، ولا عامل كان عم يتفشى باتجاه التفكير العقلاني بهذا الموضوع. اليوم غير حسابات، اليوم صار العدو الإسرائيلي ما فيك ينام مطمئن لا بالقدس ولا بغير القدس، ما في اليوم يعيش مطمئن بتل أبيب إذا في شعوب مظلومة. اليوم صار بده يحسب حساب انزعاج الشعوب العربية منه، بغض النظر عن انتماء هذه الشعوب، ولو كانت الحركات المقاومة ما كانت موحدة جهودها قبل. اليوم الإسرائيلي بده يكون منطقي، القوة اليوم تجبر أي عدو يفكر بمنطق، التراخي والضعف بخلي الآدم يفكر بعدوانية أحيانا. اليوم حسابات إسرائيل مختلفة بالتأكيد، وإلا برأيي أنا إذا بدها تضل بهذا التوجه اللي هي عمالة تقمع فيه الشعوب العربية إسلامية ومسيحية، وكلنا بنشوف شو عم وبتعرفي شو عم بيصير بالقدس اليوم من احتقار للمقدسات من أي نوع اللي كانت، المسيحية قبل الإسلامية، هذا موضوع ما بيجوز. ما فينا ننسى نحن منظر الشرطة الإسرائيلية اللي فاتت بالأحصنة على بعض الأديرة وعلى التنكيل اللي عم بيصير بالراهبات وبالكهنة أحيانا، ولكن اليوم صار في غير حسابات، اليوم بدها تفكر بمنطق وبدها تعرف انه اليوم ما في اي عامل يثبتها ويثبت لدولتها ولو كانت غير شرعيه الا حسن الجوار مع الاخرين. اكيد واصلين لهون. يعني حل الدولتين بيلغي ساعتها مشروع ترانسفير، ساعتها عم نحكي عن حل مختلف كليا. هل في سبق بين مسعى اسرائيلي لتعمل هيدا ترانسفير للفلسطينيين على الاقل الى سيناء قبل ما يبلش الحكي بالسياسه على حل دولتين، وهيك بتروح على دولتين ما بيعود فيه مكان لدولة فلسطينية بالحجم يلي كان مأمول فيه؟ لأن حتى الدولة اللي مطروحة يعني بالشرق الأوسط بمشروع الشرق الأوسط الجديد مهزلة. مش بسهولة بتقدر تنقل أنت حوالى المليونين فلسطيني على سيناء وتأمني له المساكن وتأمني له اللازم يتأمن، منا بسهولة. الفلسطيني ما عم بيفتش على أرض يقعد فيها، الفلسطيني بده أرضه. إشكالية الدولة الفلسطينية اليوم أو الشعوب أو الحركات المقاومة الفلسطينية مش لأنه مش قادر يلاقي مكان، ما هني اليوم الغزاويين قادرين يفوتوا كل يوم على مصر، ورفح ما معبر رفح مفتوح لإلهم، وقادرين يتجاوزوا بمصر وقادرين يتجنسوا كمان وقادرين يشتغلوا هونيك، ما في مشكلة مع الحكومة المصرية معهم. الفلسطيني يريد أرضه، مش مشكلة وين قعد وين ما قعد، ما فيهم هذا ترانسفير ما بيحل مشكلة، ما بيحل مشكلة. الفلسطيني يريد أرضه وهذا حقه بصراحة. لأول مرة الحركات المقاومة الفلسطينية بتشتغل صح. دكتور حرب، كنت بدي أسأل هيدا السؤال قبل ما حضرتك تشير لإله. مش بس هيدا الموضوع، يعني بخلال السنوات الماضية تحديدا من وقت ما بلشت الحرب بسوريا لليوم، كان في هناك مشكل كبير جدا بين عدد من الفصائل المقاومة تحديدا مع حماس. طيب شو اللي عدم بدأ لحتى حماس عادت والتزمت بهذا الخط؟ واليوم قديه مدى الثقة بين هذه الحركات المقاومة لتقدر تكون عم تنجح بما تقوم به بغزة؟ هلأ الحركات المقاومة بالشرق الأوسط مش بالضرورة تتفق كل شيء على بعض، يعني فكر حماس الديني اليوم
مش كتير بعيد عن التطرف السلفي اللي كان عم يخوض معارك بسوريا، بس فاتوا بمشاكل مع استراتيجية على المستوى الاستراتيجي، مش بس استراتيجي، فاتوا بمعارك أمنية كمان، وكانت حماس عندها معارك عسكرية بسوريا ضد النظام السوري وضد حزب الله حتى ببعض المعارك، وصار في شهداء من الحزب فيها. أما بتقولي لي بيختلفوا على كل شيء؟ لا، لربما بيتفقوا على العدائيتهم تجاه المحتل الإسرائيلي، يعني ما بيتفقوا على كل شيء ولا بيختلفوا على كل شيء، ولكن كنت عم بقول لك لأول مرة بيشتغل صح المقاومة الفلسطيني. ومع أنه ياسر عرفات بيشكل إذا بدك رمز عند العرب وعند المسلمين إلى لحمله للقضية الفلسطينية، بصراحة أنا بتحليلي الشخصي ياسر عرفات ضيع القضية الفلسطينية، ياسر عرفات ضيع الفلسطينيين وضيع العرب معه بالأول، راح هو اللي ترك العرب بنص الدرب وراح على أوسلو، راح على اتفاق أوسلو، كان أول من اعترف بإسرائيل واعترف كدولة بإسرائيل، وبعد قبل ما يموت شوي بيقول رابين هو صديقي، إنه يابا مشي معه بعدين ياسر عرفات حاول ياخذ الأردن كأرض بديلة، نسي أرضه ورجع حاول ياخذ لبنان كمان كأرض، ما نسينا مقولة نحن الوصول إلى القدس أو تل أبيب يمر بجوني، طريق القدس يمر بجوني. ياسر عرفات الله يرحمه ما كان إذا بدك ثابت بالمواقف بما يختص بالقضية الفلسطينية، حتى حماس لأول مرة الفلسطيني بيدير بندقيته مطرح ما لازم يديره على محتل أرضه، وإذا كفى هيك كل الشعوب. شوفي الحركة الشعبية عبر السوشيال ميديا بلبنان وبالعالم العربي، كلهم معه وقلوبهم معه، بس مش تجي تاخذ لهم أرضه كأرض بديلة، وهذا بدها يعني هيدي إعادة تصويب البوصة، أن تكون المعركة داخل فلسطين وليس في محيط فلسطين. هلأ صار بياخد حقوقه، يعني نحن لازم نقول اليوم أنه إن شاء الله ما بنرجع إلى ما كان يعرف بفتح لاند، كلنا بنتذكر قبل اتفاق القاهرة كيف هيدي، لأنه لبنان ما بيحتمل، برأيي غير واردة، برأيي غير واردة، ما حدا بيقدر يحملها، لا المقاومة بلبنان بتحملها، ولا الجيش اللبناني بيحملها، ولا الشعوب اللبناني أو الشعب اللبناني، ما بعرف إذا شعوب كمان بيحملها، ما حدا بيحملها. الشعوب اللبنانية بعتقد بعدنا لهلا للأسف، بعد ما صرنا شعب. للأسف يعني. دكتور حرب، بدي فوت شوي إلى الشق اللبناني وكيف بدها تنعكس هذه المعركة على لبنان، ورح بلش هيك من سؤال سريعا، هل كان الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية ومستوى تصريف الأعمال الحكومي مناسبا بالنسبة للمقاومة؟ لأنه الكل عم يعرف أنه هذه المعركة كان محضر لها أشهر قبل، إذا مش سنة أو صح. سنتين صح. هل كانت المقاومة خلينا نقول أنسب لها بهامش الحركة اللي بينعطالة أن نكون من دون رئيس جمهورية، من دون حكومة كاملة الصلاحيات، كانت ربما ستقيد عمل هذه الحكومة أو تعرضها لانتقاد أكبر؟ بصراحة ماني شايف تأثير كبير رح يكون على الحركة السياسية برئيس أو غير رئيس على عملية بهذا الحجم، لا سيما أنه هي بغزة، وماني شايف تأثير لا إيجابي ولا سلبي لرئيس جمهورية على أي معركة سوف تنشب بين العدو الإسرائيلي وبين المقاومة. رح يحملوا مسؤولية أي توسع للمعارك وأنه جريت لبنان إلى ما بيتحمله بالظل الاقتصادي والاجتماعي والمالي الحالي؟ مش ماني شايف إلا تأثير كبير بالسياسي، يعني أمنيا ماني شايف تأثير للسياسي اللبناني عليها، بيقدروا يعترضوا، بيقدروا يوافقوا، بيقدروا ما يوافقوا، ولكن أمنيا وعسكريا المقاومة تتأثر عسكريا، إذا خسرت معركة إيه، بس إذا عم تربح تاريخيا يعني من 20 سنة لهلا في أحيان كتير كان ثلثين لبنانيين عمال يطلقوا النار بالإعلام على المقاومة والمقاومة عم تربح، بس بتأثر عليها عمليا لأنه كان رح تتشكل حكومة بتوازنات مختلفة كليا، بنعرف البرلمان كيف مشكل، رئيس جمهورية ممكن ما يكون خلينا نقول 100% ايه بيزعج، يعني داعم، ممكن يزعج ببعض التصاريح الى ما هنالك، بس مش انه داروا الفراغ هن لمرحله انه يقدروا يمرقوا هيك معركه، ما المعركه مش على ارض لبنان، برجع بقول لك المعركه بغزه ولن تمتد الى لبنان. ولمن قرار هذه المعركه؟ هونيك بغزه هي لحماس ومن وراء حماس، ممكن الايراني ممكن الروسي، بس ما في شيء اكيد. اوكي، بس يعني بلبنان مش مبين انه رايحين مش مبين، يعني المعطيات ما بتدل على انه رايحين لمعركه بلبنان، بالعكس في جهود للتهدئه. تهدئه نعم. اذا بدنا نقول في جهود للتهدئه اليوم كمان هيك سؤال مش اول مره بنطرحه، ولكن اليوم اذا استمر المشهد مثل ما هو واضح انه كل حركات المقاومه ستكون قد سجلت انتصارا كبيرا جدا على الاسرائيليين وحتى الدول العربيه، تمام تمام نكون يعني عم نضيع البوصله انه لا في شيء بالذهن العربي مفروض يكون تغير تجاه العدو الاسرائيلي. اليوم قد ايه ممكن حزب الله من بعد هذه المعركة أن يأتي ويتشدد أكثر بمرشحه لرئاسة الجمهورية ويقول أنا انتصرت، خطي انتصر في هذه المنطقة، بما أنه انتصرت بدي أجي ترجم هذا الانتصار بلبنان مثل ما هو بيشوفه؟
طيب إذا نحن بلبنان دائما نتأثر بالمحاور، في مرشح لحزب الله وفي مرشح لغير حزب الله، ممكن للأمريكان، وفي مرشحين محايدين وإلى ما هنالك. طيب بالمعارك اللي بدها تصير هلا إذا صارت يعني بغزة وغير غزة محدودة أكيد بدها تتوج بتسويات، ممكن تكون هاي التسويات عم تسرع الحلول، لأنه إذا بدك تيجي تعملي تسوية اليوم مع حركات المقاومة منها حزب الله ومنها الإيراني وغيرها، ما راح يقبل بالحصار الأمريكي يستمر عليه بالواقع اللي هو فيه حاليا. ما هذا اللي عم بيصير مع العدو الإسرائيلي اليوم، هو كسر لحالة الحصار اللي نحن معيشين إياها الأمريكان من 5 سنين لهلا، مش بس للبنان حتى لسوريا. يعني الحكي عم ينحكى إنه هيدا الحصار بده ينفك عن كل أكيد لأنه أنت خنقتي شعوب عربية، أنت معيشتيها فقر، معيشتيها منعتيها حتى تعمل معمل كهرباء، معمل مي لإلها. طيب وعندك طفل مدلل على حدودها، ضربوا لك إياه، هيدي مش رسالة؟ ما في يستمر الواقع هيك، ما في يستمر هيك. شو اللي عم تقولوا الحركات المقاومة اليوم؟ تأذونا نأذولكم، نأذيلكم مين؟ العدو الإسرائيلي. يعني بكل وضوح عم يقولوا لهم إياها. من شان هيك يمكن جابوا المدمرات وجابوا حاملات الطائرات، لا يريدون الحرب. استمرار الوضع الحالي على الدول العربية مأذي كتير كتير على الشعوب العربية وعلى حركات المقاومة من أي صاروخ بتضربه إسرائيل إذا فيها تضرب صاروخ. ليش بده يكون مأذي؟ مأذي جدا، لأنه أنت بس تهددي وجود إسرائيل، وأنا عم بقصد شو عم أقول، لأنه في ترهل بجيشها غير مسبوق. مأذي جدا قصدك للعدو الإسرائيلي. فبالتالي لما بتأذي لأني بدك أنت بأي تسوية بدها تربطها الولايات المتحدة بين حركات المقاومة مع إسرائيل، بدها تحط شروطها، يعني عمليا خروجها من المآزق اللي هي فيها. خروج المآزق، يعني عم نحكي عن تسويات مش هالقد صغيرة وضيقة على مستوى رئاسة الجمهورية بلبنان. أكيد لا. بلبنان كيف ممكن تنعكس؟ ممكن تنعكس على مستوى نظام ككل؟ هلا النظام مش ناطرين معركة غزة، النظام انتهى من 17 تشرين. النظام اللبناني انتهى من لحظة انهيار النظام اللبناني. هلا بندفنه بعد غزة؟ ما بعرفش إذا الدفن خلص وما دعوش حدا عليه، ولكن في شيء انتهى. ما فيك انت ترجعي تجتري النظام اللبناني اللي هو فشل اساسا. اي بناء جديد للمؤسسات بلبنان بتكون من خلال نظام جديد. وبرايي انا اللي صار بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول ما سمي باللامركزيه الاداريه الموسعه هو حجر الاساس، بيكون حجر الزاويه بهذا الاطار. بعدك مصر على هذا الموضوع؟ ما سيكون امرا مؤسسا، بده يكون امر مؤسس. ما في رئيس جمهوري للبنان وقيام حكومي للبنان، واذا بدك تركيبه جديده للبنان من هذا النظام. وفي إشارات بهذا الموضوع، مش إنه عم نحكي نحنا شيء تقديري. اليوم أكثر من تصريح وجه لهم إياه الوزير باسيل، قال لهم خلينا نروح للمركزية الإدارية الموسعة لبناء مؤسسات جديدة، لأنه ما عادش قادر الشعب اللبناني يحمل هالواقع اللي هو فيه اليوم. وما عندي مشكلة نحكي بأي اسم لرئيس الجمهورية، المهم ما يكون مستفز. من شان هيك قعدوا، وبرأيي أنا مش برأيي، بمعلوماتنا على إنه هنالك مراحل متقدمة كتير وصلها التيار الوطني الحر مع حزب الله حول المركزي. بس الطرفين بيحكوا انه بعده حوار بطيء، يعني منه حوار خلينا نقول نتائجه سريعة على الاقل. حتى السيد حسن نصر الله حكى بالموضوع، الوزير باسيل حكى بالموضوع. مش هو الحوار ما كان بطيء، هو الحوار كان سريع بالعكس. في النتائج بدها تكون بطيئة، يعني اتفقوا على معظم البنود هني بظرف اقل من اجتماعين ونص، يمكن ثالث اجتماع من نصه وبالطالع وصل البحث للنسبة المئوية اللي بدها تروح بالمالية من المناطق المركزية يعني علقنا على النقطة المالية. لا، في هون صار تشنج بالحوار، وربما بالاخر اتفقوا على انه الحل لازم يكون علمي، في متخصصين مثل كل دول العالم، قد ايه لازم تكون النسبه اللي بدها تنتقل من اللامركزيه الى مركزيه؟ وصلوا لرقم كمان هني بيعنوا، ما يمكن في تنبيهات ما يحكوا. خلينا ناطرين هلا، يمكن بعتقد كل هيدي الملفات راحت على الثلاجه بانتظار المشهد الاوسع، يمكن اليوم الى حد مش يمكن تكون مسرعه كمان. مش ان شاء الله دكتور حرب، على امل تكون الحلول سريعه بلبنان، سريعه بكل دول العربيه، وعلى امل انه ما بقى نشوف مجازر عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وإن شاء الله بتكون هيدي العملية يعني تخلص بما يطمح إليه الفلسطينيون وكل الشعوب العربية اللي عايشة حصار من سنوات لليوم. وأهم شيء بكل حرب بنربحها، إن شاء الله نقدر نربحها بالإنسانية كمان، لأنه
ما بيسوى نكون محققين كل الانتصارات وفاقدين إنسانيتنا، لأنه هذا بجر مشاكل وحروب متتالية ما بتخلص وإجام لا يمكن وضع حد له. شكرا لك دكتور جورج حرب، الأستاذ بالفلسفة السياسية. شكرا لجميع متابعي الأو تي في. موعد حوار اليوم بيتجدد معكم بكرة إذا الله راد. إلى اللقاء.